كانت المرحلة الثانية من الثورة الروسية، الثورة البوليشفية بقيادة البليشفي وزعامة لينين، مع الجماهير العمالية بناء على أفكار لكارل ماركس. ثورة كانت أول ثورة شيوعية بالقرن العشرين، أهدافها كان تحقيق المساواة بين فئات الشعب وإنهاء الرأسمالية الإقطاعية على حسب زعمهم. 100 سنة مرت على خلع آلة رومانوف من الحكم، العائلة الملكية الروسية، من 300 سنة قبل عام 1917. حاول القيصر نيكولا الثاني دعم روسيا بالحرب العالمية، خاصة لما الألمان قتلوا أكثر من 2 مليون جندي روسي. خرجوا الحشود للمطالبة بالخبز، والعمال شكلوا مجالس سوفيتا وتمردوا على القيصر. بعد محاولة القيصر قمع الحراك، الجنود انضموا للثورة، وبعد 7 أيام اتنحى نيكولا الثاني لخيو، وعاشت روسيا 8 شهور ثورية. روسيا عم تغلي بالاحتجاجات، وصل لينين من سويسرا وانقلبوا البليشفي على الحكم، وانسحبوا من الحرب مع ألمانيا لتدخل روسيا بحرب أهلية طويلة مات خلالها 9 ملايين مدني. انتصر البليشفي وأسسوا الاتحاد السوفيتي اللي دام 70 عام، وانهار عام 1991. بالنهاية استبدلوا الروس القيصر الملكي بقيصر شيوعي على حساب دم الفقراء، وما غير شيء.